مشاهدين رجعنا لكم تاني. هيكون معانا في الفقرة التانية الأستاذ أحمد كريم، خبير ومن كبار رجال صناعة الأسمنت في مصرنا الحبيب. مساء الخير أحمد بيه. مساء النور، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا دكتور إبراهيم. أهلا. طبعا أنا حابب أشكر حضرتك في الأول على استضافتك ليا في البرنامج المحترم، ويعني ربنا ييسر كده ان شاء الله ويبقى نافذه كويسه، يعني يطلع منها افكار تفيد الصناعه وتفيد البلد بوجه عام ان شاء الله. طيب نبتدي في البدايه. هو طبعا حضرتك يعني صناعه الاسمنت صناعه استراتيجيه، يعني صناعه قوميه في مصر من زمان، بقى لها كتير، واحنا مصر بلد من بلاد البناء، فاكيد بنستوعب كميه كبيره من منطقات الانتاجيه. تمام. لكن رغم كده سعر الاسمنت بيمثل نسبة من المنشأ العقاري. صح. فهل حضرتك شايف إن سعر الأسمنت النهاردة مناسب، ولا يعتبر بالنسبة للقائمين على الصناعة منخفض؟ رغم إن السوق بيقول إنه بيغلى. الحقيقة هو الأسمنت دلوقتي، يعني قبل ما أجاوب على السؤال دهوت، في توضيح صغير، هو إنه الأسمنت أصبح بيشكل حالة خاصة من ضمن الوضع الاقتصادي بوجه عام كصناعة. تمام. يعني هو بيواجه تحديات كبيرة جدا للوقت الحالي، والتحديات دي هي اللي بتأدي لنتائج. أحد هذه النتائج هو الأسعار. طيب خلينا نقول نقطة. اتفضل. هل التحدي ده محلي ولا عالمي؟ يعني هل محليا في فرق في طاقتكم، في قواكم أنتوا كمنتجين أسمنت، فده مخلي التنافس بينكم ضخم؟ يعني في مقاسات كبيرة بتأثر على مقاسات مختلفة، ففي تضارب جوه السوق. هو حضرتك المشكلة باختصار شديد انه حجم الطاقات الانتاجية في جمهورية مصر العربية بلغ دلوقتي حوالي 83 او 84 مليون طن، ومعرض للزيادة كمان بدخول خط انتاج قريب، فممكن يوصل لحوالي 85-86 مليون طن. وفي حين حجم السوق فعلا واستهلاكه الحقيقي دلوقتي متوقع السنه دي يوصل لحوالي 48-49 مليون طن، وده يعتبر اقل من السنه اللي فاتت كمان بحوالي 5% 4 أو 5%. طب اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. هي الطاقه الانتاجيه دي زادت فجاه؟ لا، يعني زادت مثلاً فجاه. يعني اسالك سؤال، يعني طب زادت فجاه ازاي؟ في مصانع كتير فتحت مثلا في وقت معين؟ في مصنع واحد او شركه واحده ضخمه جدا، ودي طبعا يعني احد شركات المملوكه للقوات المسلحه او الدوله. وبطاقه انتاجيه، يعتبر صرح صناعي ضخم جدا، يعتبر اكبر طاقه انتاجيه مجمعه في مكان واحد يمكن في العالم كله، فيها 6 خطوط انتاج اسمنت. ماشي. بس بطاقه انتاجيه حوالي 12 مليون طن. اكيد الماركت شير يستوعب ده، لان هما كمان عندهم مشكله في الجزئيه دي، ان انت ماركت شير كبير، فاكيد ان السوق يستوعب. يعني المستثمرين العقاريين، اما الدوله دخلت تستثمر في العقار، قال لك الدوله بتنافسنا، لكن في حقيقه الامر السوق القطاع الخاص مش قادر يوفي طلباته، يعني مش مكفيه. حضرتك الازمه اللي بتتعرض ليها الصناعه دلوقتي او صناعه الاسمنت في الوقت الحالي، هو انت عارف مثلا على سبيل المثال الوزن المرجح بتاع الطاقه او الوقود او تكلفه الوقود في تكلفه طن الاسمنت بيوصل لحوالي 60%. تمام. فطبعا حضرتك عارف ان تم رفع الدعم تماما عن الطاقه وبمعدل سريع جدا. انا طب خلينا نقول نقطه. اتفضل. يعني خلينا نقارن نفسنا بتركيا. تركيا من احد الدول اللي بتصنع اسمنت، بتصنع وبتصدر بكميات كبيره جدا، والطاقه في تركيا غاليه جدا. يعني طبعا البنزين في تركيا اغلى من مصر بمراحل. تمام. بمراحل يعني، ورغم كده في سعر عالمي. حضرتك السعر العالمي اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، يعني نقدر نتكلم عليه في التصدير. النهارده التكلفه وبنود التكلفه اللي وصلنا لها في صناعه الاسمنت اصبحت تؤدي الى ان صناعه الاسمنت في مصر سعرها مش مناسب للتصدير عالميا. دي نمره واحد. نمره اتنين، حضرتك تعلم تماما انه التصدير الاسمنت ده سلعه زي ما حضرتك قلت، سلعه استراتيجيه. طب. وسلعه حجمها كبير ووزنها تقيل. طب. فهي محتاجه لوجيستكس يعني معينه تقدر تتحمل ان انت تقدر تصدر الكميه دي. محتاج تجهيزات في المواني، محتاج تجهيزات في الطرق، محتاج تجهيزات في النقل،
محتاج تجهيزات في التسويق حتى على مستوى العالم، ومحتاج الموضوع نظرة يعني ايه، ما نضيعش وقت. انت حضرتك تقدر بسهولة جدا تعرف سعر طن الاسمنت في بلاد العالم حوالينا كام. تمام. بالاضافة طبعا انت عارف حضرتك انه تصدير الاسمنت ده يعني منظومة معقدة شوية، لان الاسمنت يعني انا اللي اعرفه طبعا، حضرتك طبعا ادرى مني يعني. اتفضل. يعني انا والساده المشاهدين طبعا اعرف منك المعلومة دي. اتفضل. الاسمنت ده له كواليتي بتختلف، بتعلى وبتقل يعني. يعني لا حضرتك، هو الاسمنت ليه مواصفة. المواصفة دي مختلفة. في عندنا اكتر من مواصفة. ايوه انا قصدي كده، في مواصفة بتطلع سعر مواصفة منافس. كل مواصفة ليها استخدام. ليها استخدام، تمام. بس في بعض المصانع بتشتغل على مواصفة عالية فبتبقى تكلفتها غالية، بيطلع منتج بيتباع قيمته غالية. السعر اللي بقوله لحضرتك عليه ده مقيم او مقوم على حسب نوع المواصفة. يعني احنا الاكترية الاسمنت اللي بتداول في العالم بمواصفة بريطانية اسمها 42.5. تمام. تمام. المواصفة دي حضرتك دي اللي معظم 90% من الاسمنت اللي بيستهلك اسمنت 42.5. فاحنا في الاسمنت ال 42.5 سعرنا مش منافس، الا في بعض الحالات وفي بعض البلاد، زي مثلا بعض الدول الأفريقية اللي انت عندك ميزة معاها لانه في دخلة في اتفاقية الكوميسا، ففي بعض الاعفاءات. طبعا بيلعب النقل البحري بيلعب دور كبير، ووجود خطوط نقل بحري للملاحية مظبوطة. طبعا برضو احنا عندنا حاجة ليها ميزة وليها عيب، اللي هي انتشار مصانع الاسمنت في ربوع مصر كلها، فبالتالي في مصانع تقترب من الموانئ وفي مصانع بعيدة عن الموانئ. طبعا انتشار المصانع في ربوع مصر ده ادى لانه سهولة وصول الاسمنت لجميع بلاد محافظات مصر. بالظبط. ولكن في حالة التصدير عشان تودي اسكندرية يعني مش منطق يعني. في حالة بقى التصدير وموقف مختلف، لانه في حالة التصدير انت حضرتك دلوقتي اللي عنده ميزة نوعية هو اللي يقترب من ميناء، يعني المصانع اللي بتقترب من مواني اسكندرية الماكس، او المصانع بتقترب من مواني سفاجة، او بتقترب من مواني السويس او السخنة، دول بيبقى عندهم ميزة نوعية في حالة التصدير، بيوفر نسبة رقم كبير. وحضرتك لازم تعرف كمان انه النقل الاسمنت سلعة مش غالية، سلعة رخيصة، ولكن نقله بيلعب دور كبير جدا. نقله تكلفته زي الرملة كده، برافو، لا اغلى من تمنها. وده معظم السلع الاستراتيجية ده نمطها، كلفة النقلون بتاعها غالية. طبعا صناعة حضرتك، علشان اوضح لحضرتك اهمية الصناعة دي، احنا بنتكلم على كفوليوم او كحجم يمكن اكبر حاجة بيتم تداوله في العالم بعد المية والبترول. حجم كبير جدا. بلد زي مصر بتستهلك تقريبا 50 مليون طن في السنة، وصلت كانت في وقت من الاوقات ل 56 مليون طن. ده ممكن تعدي كمان مع النهضه الحضريه اللي احنا فيها والتنميه العمرانيه الجديده دي. دي نقطه مهمه حضرتك حطيت، دي نقطه مهمه حضرتك وضحتها، عشان في ناس كتير جدا مش فاهمه الموضوع. لما بقول لهم صناعه الاسمنت فيها تحديات كبيره والسوق الحجم الاستهلاك بيقل، احب اوضح بس نقطه مهمه جدا. طبعا الاستهلاك الحقيقي في الاسمنت بيعتمد على الاستهلاك الفردي اللي هم المواطنين العاديين، وهم بيبنوا بيوت وبيعلي دور وبيصب سقف التصرفات دي على حجم تعداد سكن الانديفيديوال. هو ده استهلاك الاسمنت اللي طول عمره كان بيشكل 60 و70%. ماشي. بس النهارده مثلا يعني مثلا النهارده احنا بنتكلم يعني خلينا ننزل على ارض الواقع، احنا بنتكلم مثلا النهارده اتليست على 14 مدينه جديده منهم العاصمه الاداريه، يعني اكيد العاصمه الاداريه دي مستوعبه كم انتاجيه اسمنت. لو لم تكن هذه المشروعات، لو لم تتواجد الدولة قوة سياسية لصناعة ده، الصناعة دي وقفت. لو لم تتواجد هذه المشروعات كان الحال هيبقى لا يوصف. بالظبط. يعني أنا فوجئت، ولكن هذه المشروعات لم تتمكن ولا يمكن أن تتمكن من أنها تحل بالكامل محل الاستهلاك. مش بالكامل بس فتحت برضو يعني فتحت شريان تنفس كبير مش صغير. في نقطة مهمة جدا برضو، كل يعني حاجة أنت بتتكلم النهاردة في العاصمة الإدارية المرحلة الأولى فيها 40,000 فدان، فدول مستوعبين قد ايه اسمنت، والبنيه التحتيه اصلا في الطرق بتتعمل بالاسمنت برضو بتستوعب كميه كبيره يعني جدا. يعني انا اتفاجئت بناس اصحاب شركات ريال استيت اعرفهم معرفه شخصيه بدون ذكر اسماء، يعني عملوا شركات خرسانه جاهزه وحاطينها في العاصمه الاداريه. الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده كله مظبوط، يعني كل ده مستحدث ما كانش موجود. قصدي مفهوم الكلام ده طبعا. العالمين الجديده مستوعبه قد ايه خامات برضو كميه. كل الارقام اللي حضرتك بتقول عليها دي ارقام بلك مركزة وفي كل حته، ولكن لا يمكن. في معلومه اقولها لحضرتك،
لغايه من حوالي 3 4 سنين فاتوا كان الاستهلاك العشوائي اللي احنا اللي هو الانديفيدوال ده اللي واحد بيجي يشتري كده انديفيدوال مرخص، انت عارف الانديفيدوال في منه مرخص ومقرر وفي منه غير مرخص اللي هو زي العشوائي وزي تجريف الاراضي الزراعيه وزي الكلام ده كله، دول كانوا حضرتك بيشكلوا 70% من استهلاك السوق المصري. وطبعا الدوله في توجهها الحالي في عمليه الاصلاح اللي هي بتعملها بتحارب بشراسه شديده جدا الاستهلاك العشوائي ده. فهو طبعا خطوه صحيحه وعلى الطريق الصحيح، ولكن هي برضو ضربت استهلاك الاسمنت في مقتل. تمام. فالوضع الحالي النهارده مصانع الاسمنت فعلا بتعاني معاناه كبيره جدا، وبالتالي بقيه المنظومه المرتبطه بيها عندها بينعكس عليها، يعني فئه النقل اللي بيشتغلوا في صناعه الاسمنت عندهم مشكله كبيره، التجاره انت حضرتك حلقات التجاره اللي بتشتغل في صناعه الاسمنت بالتبعيه بتعاني معاها، في ناس في مصانع اسمنت اغلقت، يعني مصنع القوميه للاسمنت وده مصنع مملوك للدوله تم اغلاقه السنه اللي فاتت. ممكن يكون مصنع عنده مش مظبوطه، او لو قطاع خاص هيقول لك انا ما بكسبش خلاص هشتغل ليه، يعني ما خدش على كده. ما هو حضرتك برضو خلي بقى حضرتك من نقطه، احنا في مصر عندنا رؤيه اقتصاديه غريبه شويه في رجال الاعمال شويه، يعني مش كل الناس طبعا، يعني اتفضل، ان هم اخذوا على مستويات معينه من الارباح وطريقه بيزنس بحجم معين. صح. يعني هو واخد ان هو بيشتغل، هم 4 5 مصانع بيشتغلوا في الشغلانه دي. صح. هو يعمل اللي هو عايزه في السوق. تمام. لما يبقوا 10 مصانع ما يقدرش يعمل اللي هو عايزه. لما يجي له بقى مصنع اكبر منهم يشتغل جنبهم ما ينفعش يعمل اللي هو عايزه. صح. هو واخد انه بيكسب بمستوى معين، فهو في حساباته حتى لو هو بيخسر بالفعل. الكلام اللي حضرتك بتقول مش واخد على ده. الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده كلام صحيح 100%، وهو ده اللي حصل فعلا في صناعه الاسمنت بدايه من 2003. تمام. من 2003 حصل ان كان السوق فيه رفاهيه كبيره جدا، شركات الاسمنت بتكسب حركه ده، لان في شركات اجنبي جت خدت شركات في مصر. الشركات يعني هم دول اكيد الشركات الاجنبيه كانوا دارسين السوق، ما كانوش جايين. الشركات الاجنبيه كانت هي الحصه الغالبه في مصر بالظبط، ولكن تدريجيا فضل بقى ايه كل شويه برود التكلفه تعلى والسوق والسوق بيكبر، بس طاقات الانتاجيه بتكبر اكبر بكتير. النهارده لما اقول لحضرتك ان النهارده في 34 مليون طن طاقه انتاجيه والاستهلاك 50 مليون طن بس، انت بتتكلم على فائض ضخم جدا. طيب الحسبه الصناعيه الطبيعيه بتقول ايه حضرتك؟ ان مصنع بهذا الاستثمار هذا حجم الاستثمار النهارده عشان تعمل خط انتاج اسمنت عايز لك 4 5 مليار جنيه مثلا مستريحين. اوكي. الاستثمار ده حضرتك ليه دراسه علشان تقدر تسترد راس مالك وتعمل عائد. تحصل عائد. طيب حضرتك النهارده اللي حاصل انه مينيموم الحد الادنى علشان مصنع الاسمنت ده يبقى بيشتغل بصوره صحيه، الحد الادنى لازم يكون بيطلع 75% من طاقته الانتاجيه، لان هو زي ما بقول لحضرتك هي ما هياش ده تراب عشان ماس برودكشن. بالظبط. فاهم. عايز اتعوض. فالحقيقه انه المصانع النهارده اللي بيعمل 65% ده بيبقى كويس قوي يا دوب، وده طبعا مخليهم النهارده في موقف صعب. طيب احنا يعني خلينا نرجع 2003 و2004، ويعني احنا من سن بعض يعني. تمام. ما كانش في حاجه اسمها دعايه للمصنع حديد ولا مصنع اسمنت، ما عادش كان بيعمل اعلان حتى ولا في التلفزيون كان ولا في قليل ولا في كان في بس قليل نادرا يعني. النهارده هو بيعمل كده ليه؟ عشان الراجل برضو الانفيدوال ده اللي هو بيمثل النهارده بدل ما كان بيمثل 70% بقى بيمثل 40% برضو يروح ياخد المنتج ده، يعني هو يروح يقول لك انا عايز المنتج بتاع احمد بشري ده حقيقي، مش عايز منتج القوميه، مش عايز منتج لا لا ده شكله كويس. والشركات اللي عملت كده دي شركات يعني اعتقد ان التسويق افادهم وجاب نتيجه معاهم، ولكن خلي بال حضرتك برضو انت بتتكلم على احجام مختلفه من المصانع. في مصنع كبير النهارده عنده 5 خطوط، عنده 3 خطوط، لو قابل ظروف زي دي النهارده زي اللي احنا بنقابلها النهارده هيقفل خطين ويسرح شويه موظفين خاصه الاجانب ويشغل خط خاصة الأجانب، يعني الأجانب ما عندهمش برضو البعد الاجتماعي. لا ما عندوش مجازفة. فالمصانع الكبيرة عملت اوريدي كده، يعني في بدون ذكر أسامي للمصانع مصنع عنده 3 خطوط قفل 2 وفاضل 1 وسرح أكتر من 50% من العمالة، هو عايز برضو يحقق نسبة من الربح اللي هو متعود عليه، وهو عنده حق. بس هو ستيل ده مش بيعمله بقى علشان يحقق نسبة بس الربح. بس دي مش حلول. بص يا باشمهندس اتفضل، المفروض أي صناعة في العالم ليها حلول بديلة لما تمر بأزمة
لازم تعمل حلول. وانت بتتكلم عن طاقه النهارده، لو حضرتك بتتكلم يعني انتوا كم مصنع في مصر مثلا دلوقتي؟ احنا دلوقتي بقينا 23، بقينا 22 شركه، 22 شركه اسمنت في مصر. لا يعني بتتكلم في راس مال، بنتكلم في حوالي 48 خط انتاج، يعدي التريليون، يعني مش حاجه صغيره. حضرتك علشان تبقى حضرتك عندك فكره، احنا بنتكلم يوميا بيتداول في هذه الصناعه مش اقل من 250 300 مليون جنيه كاش بيتداولوا في الصناعه دي في حلقاتها المختلفه جوه الدايره المضغوطه. طبعا. طب ليه النهارده انتوا ليه ما تعملوش بينكم وبين بعض مارج، وتعملوا مثلا مينا لتصدير الاسمنت لوحدكم؟ في حضرتك اعملوا خط نقل بري ودوا افريقيا، يعني لازم يبقى في حاجات بره الصندوق المتداول اللي احنا قاعدين جواه، والزبون يروح يشتري من الموزع اللي بياخد مني، وانا باشا واخد خطاب الضمان وببعت له اسمنت كل اسبوع. يعني اولا صح طيب كلامي ده ولا هي وجهه نظر؟ ولكن الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده انا بنادي بصراحه، وعايز استغل وجودي مع حضرتك بان انا نادي بفكره معينه، انه في كل السلع الاستراتيجيه وكل الخدمات الاستراتيجيه دايما بيبقى الدولة دي سلعة استراتيجية، ما ينفعش تبقى متسابة كده. لا ما ينفعش. فاحنا محتاجين زي حضرتك في المجال، محتاجين زي مثلا في الاتصالات مرفق تنظيم الاتصالات. اوكي. زي في البترول في منظمة الاوبك. في كل المجالات بيبقى فيه دايما مكان سنتر، وده بيبقى بيمتلك من الادوات. بتلف حوالين التجارة دي. تمام، بيمتلك من الادوات والاليات ان هو يقدر ينظم ويكافئ ويعاقب ويغرم. يعني ممكن تعملوا مارج مثلا مع وزارة التجارة. انا في رأيي انه يتعمل لجنه يكون فيها حد من وزاره التجاره والصناعه، حد يكون حد فيها من الاستثمار، يكون حد فيها من حمايه المنافسه ومنع الاحتكار، يكون فيها حد من حمايه المستهلك، ويكون فيها ممثلين لشركات الاسمنت، ويطالبوا وادي والله ادي بريك داون لميزانياتنا وخسايرنا، احنا بنحقق خساير، محتاجين ان السعر يزيد شويه، نوصل السعر ل 1000 جنيه، والسعر 1000 جنيه النهارده ده خلي بال حضرتك احنا بنتكلم على سعر دلوقتي ثابت وبيدور في نفس الفلك بقاله سنتين ثلاثه. طب هو عالميا لو انت صدرت مفترض السعر العالمي كام؟ حضرتك كلمه السعر دي في صناعه الاسمنت بتفرق بقى حضرتك. لا خلينا نتكلم على ابو 1000 جنيه. هيطلع منين وهيروح فين؟ لا عالميا الاسمنت النهارده بره في العالم ثمنه كام في البورصه العالميه؟ يعني انا خليني اقول لحضرتك مثل يوضح النقطه، النهارده مثلا بيطلب اسمنت من المنطقه هنا. أوكي. فبلاد اللي عندها فوائد انتاج اسمنت مصر وتركيا واليونان. أوكي. دول في المنطقه بتاعتنا في نفس الملعب بتاعنا دوت عندهم فائض انتاج. البلاد ده هي مثلا مصر اقصى حاجه تقدر تعرضها مثلا لسعر الطن فوب يعني في على ظهر المركب في الميناء بتاعتنا هنا عندنا. بتتكلم مثلا في حوالي 50 دولار للطن. أوكي. حضرتك ممكن تجيب سعر اقل من ده ب 10 دولار من تركيا، يعني ممكن اقل من 50، اقل ممكن تجيب ب 40 وممكن باقل من 40 دولار. بس انا اللي اعرفه برضو من احد الخبراء زي حضرتك كده اللي هم بيطلعوه مش بالكواليتي ده. لا 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 لا، ده ستاندرد مواصفه عالميه طبعا، وبيتصدر لبلاد ما بتهزرش، وممكن الشحنه تترفض وتبقى مشكله كبيره. فالمواصفه مواصفه ما فيهاش، بس هم يعني انا كنت سمعت قبل كده ان في مواصفه اقل من مواصفه، فهم كانوا بيشتغلوا على مواصفه ثانيه ودي مطلوبه في بعض الدول. عندنا موجود في مصر كل المواصفات اللي هي عندنا الاقل 32 ونص، أيوة. وعندنا 42 ونص، وعندنا 52 ونص، عندنا 32 موجوده في مصر، بلد فيها صناعه اسمنت محترمه وفيها خبرات في مجال الاسمنت على مستوى على اعلى مستوى في العالم. مصر هي الرائده، الدوله الرائده في الشرق الاوسط في صناعه الاسمنت. احنا مصر بقالها اكتر من 100 سنه اول مصنع في مصر. طب اعرف كان منك في بدايه ال 1900. طب يعني حضرتك بتقول مثلا ممكن بلد زي تركيا تنقص 10 دولار في الطن، طب تنقصه ازاي؟ حضرتك عندهم دعم، يعني دعم عنده دعم للتصدير. والنقطه الثانيه هو في بعض الناس بعض التفكير اللي كان متقدم في اتجاه التصدير، فكانت المصانع بتاعتهم كتير جدا قريبه جدا من المواني، وعندها بعض التجهيزات زي المضخات والبايبس وكده، ان هو انت ممكن المركب تقف قدام تتحمل في 24 ساعه وتمشي. الحاجات دي خدت وقت. طيب ال 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 الحل فين؟ زي ما قلت لحضرتك الحل هندعم التصدير ونشوف احتياجات، والدوله فعلا حصل اجتماع من حوالي اسبوعين ثلاثه برئاسة معالي رئيس الوزراء، وقال احنا هندعم التصدير وهنفكر في وسائل دعم التصدير. تمام. بس خلي بال حضرتك احنا بنصدر مليون طن، مليون الفائض 34، فانت حضرتك بعد ما هتدعم معدل النمو حتى هيبقى مش هيلحقك.
في سكه تانية برضو ممكن تساعدنا، في حاجه دلوقتي اسمها الطرق الخرسانيه. تمام. الطرق الخرسانيه دي حضرتك موجوده في بلاد العالم ومحققه نجاح كبير جدا، هي عيبها ان هي فيها تكلفه استثماريه في البدايه كبيره جدا على شويه عشان تجهيز التربه من تحت، ولكن علميا هي احسن للبيئه، وعلميا هي تكلفتها اقل لان على اللونج ران لان هي طويله الاجل. الطرق بتحتاج حاجه اسمها صيانه جسيمه، فالصيانه للطرق الاسفلتيه الصيانه الجسيمه بتبقى كل 15 20 سنه، انما الصيانه الجسيمه للطرق الخرسانيه مش اقل من 40 سنه. اوكي. فهي فكره كويسه جدا، والبلد فيها ثوره، عندنا ثوره الطرق، ثوره في الطرق بالزبط. بنعمل شبكه طرق بارقام قياسيه مش موجوده في اي حته ثانيه في العالم بالظبط، فعندنا فرصه ان احنا نستخدم. وبعدين النقطه الاخيره واللي هتساعد كل الاطراف، حضرتك الدوله تقول انا مستهدفه ان سعر طن الاسمنت يبقى في الحته الفلانيه، زي بالظبط لما بيجي يقول لك مثلا ايه احنا مستهدفين ان دقيقه المحمول ما تتعداش الرقم الفلاني. أوكي. ومرفق تنظيم الاتصالات بينظم ما بين الشركات اللعيبه اللي موجوده في المجال عشان نتاكد ان التسعير مظبوط كله زي بعض، ولما بيلاقي المنافسه بينهم بتحتدم لبعض بتؤدي لبعض الاضرار بيتدخل ويعاقب الشركه اللي بتوقع السوق برضه. فهو نفس الموقف هنا، احنا عايزين الدوله تيجي تقول مثلا، يعني مثلا السنه اللي فاتت في مؤتمرات كبيره جدا قالوا ان سعر طن الاسمنت يبقى كويس لو كان يبقى 900 جنيه. طيب الكلام ده حصل عليه بقى زيادات في الطاقه وحصل زيادات في الكهرباء وحصل زيادات، فشيء طبيعي ان احنا نقول مستريح 1000 جنيه مثلا طن الاسمنت. طن الاسمنت لو بقى ب 1000 جنيه ده شركات الاسمنت هتقدر تتنفس. ولكن المشكله فين حضرتك؟ في فقد الانتاج، فكل واحد بيحاول يبيع على قد ما يقدر ومحتاج يسدد قروض ويسدد التزامات ويدفع كهرباء ويدفع ضرائب. فالخطوه دي حضرتك محتاجه تدخل سيادي يدخل يقول احنا ايه. طب حضرتك المنظومه دي يعني حضرتك بتقول كان في اجتماع مع معالي رئيس الوزراء، يعني انتوا خدتوا خطوه بالفعل، ابتديتوا تتكلموا وبتاخدوا خطوات، بس ده مش هيلحقنا. يعني ده مش هيلحقنا الوضع النهارده، ودي صناعه مهمه جدا الدوله لازم تحافظ عليها. يعني الدوله لازم نفضل محتفظين، مفيش مصلحه حد ان مصنع يقفل. طب ما هو انتوا لو تكاتفتوا زي ما بقول لحضرتك وكملتوا معاهم هتوصل في الاخر للحل اللي بتقوله. انا بقترح يعني تعملوا مجموعه لقاءات معاهم وتحطوا خطه عمل وتبتدوا تشتغلوا على ارض الواقع، ما يبقاش الموضوع اجتماعات وكلام. المبادره في الموضوع ده هوت محتاجه تيجي من الجهات السياديه في البلد، ان هم يجي يقولوا لا والله يا جماعه احنا عايزين نعمل مرفق لتنظيم صناعه الاسمنت. طب ما انتوا تطالبوا بده، ما هو انت لازم تطالب بده. انا بطالب عشان ما انا بقول يعني احنا هو احنا بنتكلم اهو في الهواء. تمام. نطالب ان حضرتك يبقى في مرفق لصناعه منتجي الاسمنت في مصر. تمام. وهو اللي يبقى رقيب عليهم، يعني طبعا. هو اللي ينظم العلاقه بينهم وبين السوق بالظبط، وبينه وبين المستهلك، يعني مين هيحافظ على ده ومين هيحافظ على ده ويحافظ على الصناعه. طبعا خليني اوضح لحضرتك انا ليه بقول ان محتاج التدخل يبقى زي من نوع فوقي مثلا او سيادي. ليه؟ لانه حصلت يعني خبره سيئه قبل كده في صناعه الاسمنت في موضوع علاقات مصانع الاسمنت لما حصلت قضيه الاحتكار الشهيره اللي حصلت في 2007. فطبعا شركات الاسمنت اصبحت دلوقتي يعني ايديها مرتعشه من انها تقترب من هذه المنطقه. منتجي الاسمنت لو ماشيين في شارع واحد واحد فيهم يغير اتجاهه عشان ما يقابلوش بعض. ما ينفعش بقى، ما هو لو بقت من خلال مرفق مش هيبقى في الشبهه دي بقى، الموضوع هينتهي. برافو عليك. والمرفق يقول والله ادي الطاقات الانتاجيه المنظومه ماشيه 1 2 3 4 والموضوع يمشي كده. محتاجين نخفض الانتاج للدرجه الفلانيه ونظبط السعر عند السعر الفلاني، والفائض بقى بتاع الانتاج الشركه بقى خلاص بقت شركه عندها هيلثي، يعني بقت شركه صحيحه وقويه، فتقدر بقى ان هي تدعم التصدير وتسوق المنتجات بتاعتها في بلاد اخرى وتتوسع في التصدير. لا، والمنظومه تبقى متشافه فين مشاكلها وفين حلولها وفين مميزاتها، يبقى هو شايفهم كويس. والمرفق اللي بقول لحضرتك عليه ده بيبقى عنده دراسات يقدر يعرف حجم السوق. طيب. حجم السوق السنه دي بينمو، حجم السوق السنه دي منكمش، فيه تحديات اقتصاديه محتاجين، ولكن في الاخر لن يستفيد اي شخص من ان مصانع تقفل او خطوط لا طبعاً. طبعا بعدين دي بيوت مفتوحه حضرتك بيرتبط بيها الشغل، بعدين ده اسم مصر في الاخر على صناعه عالميه، كثيفه العماله داخليه. صناعه الاسمنت كثيفه العماله طبعاً. الاف مؤلفه، صناعه كبيره جدا، الوف مؤلفه طبعاً. من الناس بتشتغل واللي مرتبط وراها صناعات اخرى مستفيده منها. حضرتك مش طبعا خبير في المجال العقاري وتعلم انه قطاع الانشاء والمعمار كله في مصر على أسمان. ده بيشكل 65% طبعاً. من الاقتصاد المصري، يعني مجال المعمار والبنى والاسكان ده هو ده العصب الرئيسي بالزبط. في مصر، والاسمنت ده بيشكل نسبه محترمه منه. فاحنا عايزين بس نظره، مش عايزين ندلعهم،
مصانع الاسمنت، ولا عايزين في بس ننظمهم، عايزين ننظمهم وننظم وننظم السوق، وعندنا من الخبرات الاقتصاديه اللي تقدر تفيد في المجال وتنظمه مع بعض، اللي تقدر تظبط تظبط المنظومه ديت وتحقق النجاح لمصر باذن الله ان شاء الله. احنا طبعا سعداء جدا بلقائنا مع حضرتك. انا اللي اسعد والله، اتشرفت بحضرتك، افدتنا كتير طبعا ووريتنا الدنيا فيها ايه في الاسمنت. متشكر جدا وبالنادي في اخر لقائنا الدولة والجهات السيادية ومعالي رئيس الوزراء بالاهتمام بإنشاء مرفق لصناعة الأسمنت وتجميع مصنعي الأسمنت ومساعدتهم على العبور بصناعة الأسمنت في مصرنا الحبيبة لخطوات وفتح آفاق تسويقية جديدة ليهم جوه مصر وبره مصر، عشان بالزبط. الموضوع يبقى احنا عندنا انتاج كويس نستفيد بقى منه ونكسب، يعني البلد تكسب والمستثمرين يكسبوا والرؤيه المنتشره عالميا تنتشر اكتر باسم مصر، ونستغل ونقتنص الفرص اللي حوالينا. التصدير ده مكسب كبير جدا. طب واسمك كفايه ان انت تصدر بره منتج مكتوب عليه قاره زي قاره افريقيا دي، احنا لازم يبقى فيها يبقى لينا فيها مكانه كبيره جدا رياديه. ده احنا يعني لازم نقتنص كل الفرص اللي موجوده إن شاء الله. احنا اولى بيها، احنا اولى بافريقيا ان شاء الله. ان شاء الله احنا سعداء جدا بلقائنا مع حضرتك. انا اللي اسعد والله، وان شاء الله يكون لنا لقاء جاي يكون المرفق اتعمل باذن الله، عشان ان شاء الله يعني ايه نتكلم بقى عنه تفاصيله هتبقى ايه والموضوع هيبقى ازاي، لان انا يعني مقتنع تماما ان فعلا دي حاجه مهمه للصناعه دي، ومعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالصناعه المصريه جدا، فاكيد هو ومعالي رئيس الوزراء هيبقوا مهتمين ان هم ينشئوا حاجه تنظم الصناعه دي وتحافظ عليها ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده معاكم، إلى أن نلقاكم الجمعة القادمة على كل خير وأمان وسلام.